قطع الرحالة عثمان الشاهين 450 كيلو متر قادم من محافظة بيشة لأداء مناسك الحج واقتفاء لطريق الأجداد وهو طريق الحاج اليمني، وهو كذلك طريق الفيل والبخور والتجاري قبل الإسلام. للحديث بشكل أوسع حول هذه الرحلة الشيقة يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الرحالة وعضو مشاة بيشة الأستاذ عثمان الشاهين. حياك الله أستاذ عثمان. الله يسلمك ويبارك فيك. أستاذ عثمان، أول شيء نبارك لك هذا الإنجاز العظيم، يجعلنا نفخر بأبناء الوطن يوم بعد يوم. ليه تكلمنا عن الرحلة، كيف كانت البداية وين توقفت وكم كانت مدتها؟ الله يحييك. والله البداية كنا في مشاة بيشة ننشر ثقافة المشي للمجتمع والمشي للصحة والبعد عن الأمراض المزمنة والسمنة وغيرها. جاءتنا بسبب تركنا للمشي والقعود والاعتماد على السيارات و أدوات النقل الحديثة. فأنا قاعد أقدم رسالة للناس أنه بإمكاننا نمشي إلى مكة، ليش ما نمشي للبقالة أو للسوق أو للمسجد بأرجلنا بدل أو للعمل والدوام بدل أن نعتمد على وسائل النقل. فجاءت فكرة أني أمشي لمكة اقتفاء لطريق الآباء والأجداد وكيف كانوا يمشون إلى مكة يشجون وما هي المعاناة التي كانوا يعانونها في الطريق. متى انطلقت أستاذ عثمان؟ متى انطلقت؟ والله أنا انطلقت قبل 13 يوم من الآن. ما شاء الله. نعم، كانت يعني 10 أيام مشي وكان في النص 3 أيام راحة، يعني كانت 10 أيام من المشي وثلاث أيام راحة، كانت 13 يوم. طيب الآن بالنسبة لهالطرق اللي أنت مرت بها أكيد في هدف يعني منها من مرورك بهالطرق يعني، وهل كان الطرق هذه موجودة مؤرخة ومعروفة يعني سألت عنها حتى يعني تمشي مع طريق معين اللي كان يعني موجود يحجوا عليه الحجاج القادمين من اليمن؟ نعم، أنا لي سنة كاملة وأنا أبحث في جميع الكتب والمصادر والمراجع، والطريق يمشي من بيتي، من بيتنا كان يمر الطريق القديم. يعني البيت اللي في بيشة أصلاً مار بهالطريق، يعني هو على طريق الدولي القديم، طريق الحرير وكان طريق الفيل وكان طريق التجارة أو طريق الحج اللي يسمونه طريق الحج النجدي اليمني، كانوا يمرون على هذا الطريق حجوج من باكستان ومن الهند ومن افريقيا، كانوا يشجون من هذا الطريق. عجيب. وكانوا ابائنا واجدادنا يعرفون هذا ويشوفونهم وكانوا يمرون عليهم من خلال منازلنا، يمرون الحجاج القدماء من هذا المكان. طيب اكيد انا اقتل هذا الطريق يعني وامشي فيه. طيب في اكيد يعني تعرف ما في رحله سفر تخلو من المتاعب وبعض الاشياء اللي في الطريق، اذا يعني خاصه كمان يعني قله الطعام وتوفر الطعام على مدى 10 ايام اكيد انه مرت عليك اشياء زي هذه في الطريق. والله أنا مريت يعني في بعض الأماكن حاولت أمشي في المختصرات. المختصر هذا يقطع يعني كان طريق الفيل يمر بين في الحرات في منطقتين، فكانت الحرات هذه بعيدة عن السكان وبعيدة عن الناس جميعا. انقطعت عليه الموية في الحرة الأولى ويا دوبك حصلت لي موية عند بدو في الطريق وشربت من عندهم ماء وعبيت منه، وكان الماء فيه كبريت. الكبريت هذا كان يسوي لي حساسية، كل ما شربت من الماء يجيني حساسية في جسمي. كان هذا موقف يعني، ونمت في الطريق في أثناء الطريق في الحرة الثانية، نمت في الطريق وفي الليل، واليوم الثاني واجهت الذيب في طريق الفيل وكان حرة بعيدة عن كل السكان، وفجأة قابلني الذيب في الطريق ويعني شفت النقوش لطريق الفيل والرسومات ومشيت مع هذا الطريق. الحمد لله على سلامتك. والله يا أستاذ عثمان، أستاذ عثمان الشاهين الرحالة اللي سوى هالإنجاز، سأل الله عز وجل يتقبل يا رب منك. الرجعة برضو عرجولك ولا سيارة ولا طيران؟ لا لا، الرجعة بتكون إن شاء الله على السيارة. الله يوفقك، تجي بالسلامة، تجي بالسلامة إن شاء الله. وكل الناس توعوا بالرسالة والحمد لله يعني أكيد أكيد وصلوا بلاد الرسالة أكيد، وكانت الحمد لله وصلتي وصلت وهذا الهدف يعني. كل الشكر لك أستاذ عثمان الشاهين الرحالة السعودي. رحلة متعبة.